بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناة بدر تاك لمعلوماتية. أولا أشكركم على دعمكم في قناتي بدر تاك لمعلوماتية، وبهذا وضعت فيديو سابقا عن كيفية الربح في قرعة للفوز في بنك طاقة باور بنك 30000 ميلي أمبير. كيف ذلك؟ قد وضعت كما ترون 122580 بيرسون توشي، 1876 انتراكسيون، لكن بعض وقع بعض المشكل في الفيديو. هناك 300 فيديو مشاهدة في الفيديو، وهناك 16 تعليق فقط، لأن الإخوة يقول لك سوف أربح هذا، سوف أربح في الميسنجر، سوف أربح هذا الباور بانك، لكن عندما تذهب إلى التعليق لا تجد تعليقه، لأنه لم يفهم شروط المشاركات في المسابقة. شروط المشاركة في المسابقة أنك يكون لديك تعليق في الفيديو الخاص بك، مثل هذا، مثل هذا، تجد أنه مثلا هذا عبد العزيز ناصي، لم كن أعرف هذه القناة من قبل، فهي مفيدة جدا، بارك الله فيك، شكرا وبارك الله فيكم على ثقتكم ودعمكم فينا. لا اليوم بالرغم من ذلك، ما دام أن وعدتكم سوف أضع الراجح في أو الرابح في قرعة يوم 5 جوية، ولظروف لم أستطع، كما وضعت المنتدى وضعتها اليوم، لذا عذرا لظروف قاهرة لم أستطع البارحة وضعتها اليوم، لذا نعتذر منكم، وسوف أضع هذا الفيديو اليوم 6 جوليا، لذا الفائز سوف نعلنه، بالرغم من أن هناك بعض الأخطاء، أن الإخوة لم يعلقوا، شاهدوا الفيديو ولم يفهموا الشروط، أنك يجب عليك أن تضع اللايك، تضع الكومنتار، وتشترك في القناة. وبالرغم من ذلك سأضع فيديو، وأضع فيديو في 12000 أو 15000 عن جوائز أخرى في مسابقات أخرى وجوائز أخرى إن شاء الله. أولا كما ترون هذا هو الفيديو الخاص بنا، نذهب إلى الموقع الخاص بالقرعة، نأتي برابط الفيديو، نذهب هنا ونذهب ونكتب كولي ونكتب لود كومنت، تجد أنه هناك 16 كومنتر، 16 كومنتر كومنت ثريت، يعني هناك 16 مثل ما وجدناه في الفيديو، 16 كومنتر، هذا 16 كومنتر، 16 عن تعليق. الآن ماذا سوف نذهب مباشرة إلى الفائز لكي لا أطيل عليكم. من هو الفائز بقرعة لربح بنك 30000 ميلي أمبير سباس، بنك طاقة رائع لتحميل أو لشحن هاتفك أو طابلت أو أي جهاز خاص بك، بدون عندما تكون في سفر أو في خاصة في المدة الأخيرة في الشواطئ إلى آخره. راندوم بيك وينر، تضغط على هذا. من هو الناجح؟ الناجح هو عبد العزيز ناصري، دو كومنت وان لايك، يعني لايك واحد، ان شاء الله ستكون جائزة لي، لاني احلم بهذا الجهاز وليست لي الامكانيات المالية لشرائه، وشكرا. الحمد لله قد فزت بهذا الباور بانك، لذا نطلب منك ان تتصل بي او ترسل لي، تشاهد فيديو وترسل لي في الميسنجر او في الكومنتر، وسوف أضع اسمه هنا عبد العزيز ناصري، إن شاء الله يكون داخل الجزائر، من الشروط أنه يكون داخل الجزائر. نضغط إذا كان لديه قناة يوتيوب. عبد العزيز ناصري لا يوجد له أي قناة يوتيوب، لا توجد فيها أي فيديو. إذا كما قلنا الناجح هو عبد العزيز ناصري، وسوف نقوم كوبي لادريس دو ليان، يرجى أنه يتصل بي. عبد العزيز ناصري قد قام وقد فاز إن شاء الله بباور بانك 30000 ميلي أمبير، سوف أرسله لك في 48 ولاية في الجزائر، سوف أرسله لك، هذا وعد مني إن شاء الله، وسوف أضع الصورة عندما تستلم إن شاء الله في الفيديو الخاص، تستلم بنك الطاقة الخاص بك. سوف أضع هذا الكومنتار الرائع، تعليق رائع سوف أضعه. كذلك لا أنسى أني أشكر هذه الكومنتارات، التعليقات الرائعة والمحفزة جدا، مبروك خطوة للمليون إن شاء الله، لم كن أعرف، وهو نفس التعليق، لم أكن أعرف هذا القناة من قبل، فهي مفيدة جدا، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، بالتوفيق. يعني تعليقات مشجعة ومشجعة جدا، لذا
اقول للاخ عبد العزيز ناصري هذا هو الفائز ب باور بانك، اقول له مبروك عليك البنك وبنك الطاقه وسوف ارسله لك، ما عليك سوى الاتصال بي ان شاء الله، سوف ارسل لك بنك الطاقه الخاص بك. في الاخير نطلب منكم اخوتي الاشتراك والضغط على اللايك والجرس للاستفاده من فيديوهات الخاصه بي ان شاء الله، وسوف اضع لكم فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.